السلام عليكم، وياكم رشا من مطبخ رشا. اليوم سويت لكم القهوة الشوكليتية مثل ما طلبتوها، طعمها جدا طيب وبنفس الوقت ما تكون مرة. أنا بالنسبة لي احنا بالبيت يعني ما نحب هالقد القهوة اللي تكون مرة سادة، فدائما إذا نسوي هذه الشوكليتية أو النسكافيه أو الكابتشينو. قبل ما أبدأ بالفيديو، أتمنى اللي ما مشترك بالقناة ينورني ويشترك بالقناة ويفعل زر الجرس حتى توصل لك كل فيديوهاتي، ولايك للفيديو إذا عجبكم. بالبداية طبعا أنا أستخدم القهوة اللي هي بن العميد، وهنا عندي هذا الحبيبات جبتها جاهزة، اللي هي شو تكون أكو أنواع من القهوة، خاصة إذا تجيبوها من مكان يبيع أنواع من القهوة. هنا أنا خلطت بين نوعين، اللي هي هذه القهوة اللي تكون لونها غامق، والقهوة اللي يكون شوي لونها أفتح. طبعا هي أعتقد الغامقة تكون شوية مرة أكثر، والفاتحة تكون شوية أخف. فطحنتها شوية قسم منعتها وضفتها ويا العميد على مود خلطتها تصير شوية النكهة قوية، ودائما نجيبها إذا تكون يعني من المحل اللي بجانبنا يكون مركزة، تكون ريحتها طيبة وطعمها بنفس الوقت يكون طيب. مكوناتها طبعا تضيفون مي، الكل كوب من المي، العفو من القهوة، تضيفون كوب من المي. هذا الستاندر يعني انتو تتبعوه بكل خطواتكم، بس استخدموا كوب، لا تستخدمون يعني الفنجان الصغير اللي اني حصب بي القهوة. استخدم كوب مي وملعقة كوب من الحليب الباودر، وبالاضافة الى اضيف ملعقة كوب من السكر العادي اللي هو نستخدمه للشاي، هذه همين ملعقة كوب. طبعا اذا تحبون اكثر تكثرون عادي، بس ماكو مشكلة يعني، بس احنا ما دام حنضيف الشوكليت فما نحتاج نكثر من السكر. طبعا هذه عندي القهوة اللي هي مات العميد، بن العميد، لكن انا شوي خلطت وياها من القهوة اللي شوفتكم اياها اللي جبتها حبوب. خليت البنية تطحن لي قسم من عنده وخلط ما بين الغامق وما بين الفاتح، فكانت هذا النتيجة. حبدي اضيفها على المي تقريبا همين ملعقة واحدة من الكوب حضيفة. اذا تحبون انتو شوية تكون ثخينة او شوية مركزة تقدرون تزيدونها، بس انا تكفي يعني ملعقة كوب واحدة. فهنا اضفتها وعندي شوكليت، اضيف شوكليتين. انتو اذا تحبون ضيفوا شوكليتة واحدة عادي، انا ضفت شوكليتين لان ضفت شوية اكثر من الكوب، يعني انا هنا صارت تقريبا 4 فناجين، يعني كل فنجانين تطلع كوب واحد. فهذا الشوكليت اي نوع من الشوكليت انتو حابين تضيفوه او هل موجود عندكم تقدرون تضيفوه. انا هذا كان يمي موجود، فضفت شوكليتين واخلطها على مود كل المكونات تختلط سوية بشكل جيد. وهنا بعد ما خلطتها بشكل جيد حضيفها على النار واخليها شوية تسخن، وهم احركها على مود الشوكليت شوية يذوب، ما يبقى نفسه هو، ولا راح ينطنكها ولا اصلا حينطيها شوية حلال. فهنا خلطتها بشكل جيد وحوديها على النار، حشوفكم بن العميد اللي انا استخدمه على مود اللي يحب يجيب منه هذا بن العميد، بس انا ضفت وياه قليل من القهوة المطحونة يعني تنطنكها كلش طيبة، الحبات اقصد. هنا خليتها على الطباخ، شوفوا شوية قامت تبدأ تسخن، حصير مثل الرغوة اللي فوق. طبعا صارت هذا الرغوة انتو ابدوا حركوها على مود الشوكليت يذوب وينطي شوية طعم ونكهة طيبة. وهنا من بدأت هي ترتفع بسرعة تطفون وتقدم، وما يحتاج لها اي صعوبة وسهلة وطعمها جدا طيب. بالنسبة للي يحب ما يستخدم القهوة الشوكليتية يعني مجرد قهوة عادية، يستخدم فقط ملعقة من القهوة وملعقة من السكر بس. هذا ان شاء الله عجبتكم،
وأتمنى تشاركون وصفاتي مع أحبابكم وأصدقائكم. أي شيء حابين أسويه اكتبولي بالتعليقات، ومع السلامة.